ترى بتموتون بعد سنتين جماد الآخر يوم 6 الساعة 6 أنا قريها بتويتر. طب الحلو كل العالم ماتوا تقعد لحالك شو بتسوي؟ أجلس لحالي وفلها وأخذ أغراض العالم كلها وجوالاتهم وسياراتهم واستانس. مشينا وخر وخر وخر. كيفكم؟ أنا علمتك يبا مالي ستندمون. اذهبوا إلى لقاح الموت. اي مين قال سينما؟ سينما وقت كورونا. لا تخاف يا ابن الحلال ما يدخلها الا المحصرين. يا عيال الموضوع يدق. لا ترد خله يدق لين ينهبل. طيب يا حبايب دام الموضوع فيه له سينما انا قبل السينما بدي اضبط احلى برات شاهي. حط حبك معك ها؟ اوف 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 هم يعطيني مشغول ذا الورع. انا اوريك الشكوش. طيب خلنا ندق على السبك كفته. المبوح اتصل اقفل في وجهه. لا يا ابن حلال اسمع رد عليه وصرف اي تصريفه لان لو ما رديت عليه بيدقدق لين يصدن ويفقع روسنا. هلا عامر. هلا كفته. شلونك؟ الحمد لله بخير. وينكم؟ ادق عليكم لي كم يوم ولا تردون ولا شيء. مشغولين بوشو؟ انتم بالاستراحه؟ لا احنا منا في الاستراحه. انا في الجنوب وشكوش في جده عزوز في مكه ياسم نعرف فيانو. على الشاهي عجب نعنا على الشاهي عجب. يلا عامر امي تناديني. هيا مع السلامه. أجل مكفتة بصوت عزوز. أنا أوريك يا كفتة. المبوجة أسرج أدهس أطلع. تفضل. توكلنا يا ابوي توكلنا. ما انا بداخل بس بكلم العيال. انا اوريك انت وياه. يا ابني سرينك روح اطعم زي الناس والبس كمامه وبعدين تعال. لا يا شيخ شايفني زيكم ملعوب علي. ايه عمده لا تدخله اشتهد المبوء هذا. من غير توكلنا ما في دخول نهائيا. انا داري بس النت فاصل ولا محمله ومطعم وكل شيء. عادي اوريك يا بكره. من غير توكلنا قلنا ما في دخول نهائيا. اجل توكلنا على الله. من جدكم يعني اجلس الاجازه كلها لحالي؟ والله ما نقدر نمسك خط اكثر من 1000 كيلو سياره واحده مع واحد موبو. يا وليدي الاجازه توها يعني يمديك تاخذ التطعيم وتجي معنا. بعدين الاجازه هناك ما لها اي طعم بدونك. لقاح ما بماخذ خبل. انا خبل عرض نفسي للتهلكه؟ ما انا بخبل انا يما. وخر علي يا معامر وخر علي. بسم الله عليك انت مسخن؟ لا ما فيني شيء. احب ابو شرط مش كورونا. داري اصلا ما في شيء اسمه كورونا. طب اتفضل بس كده البس الكمامه. البس وشو؟ البس الكمامه انت في مستشفى ومش مطعم ودواء بقى ما فيش فيه هزار. دكتور وملعوب عليك بعد. الله يخلف. بس هلا بالعينين. هلا ولد عمي هذا توه جاي من الرياض. انا جاي من الرياض سمعت انه في كورونا قلت بجي اطمن عليه. اي كورونا يا حبيبي انت لا تصدق. ها شوفوني مخالطه جنبه. وين الكورونا يا عيال؟ ترى ذا ما يومه بشيء اسمه كورونا. ابدا ما امن بكورونا وكح بالله كح فوجي. هلا بالعيال. جلسنا يلا حيا الله من جانا. الله يحييك. عاد تدري انك عاجبني. لا لبست كمامه ولا سويت احترازات ولا صدقتهم. جايته كورونا انا قبل. لا حول حتى انت ملعوب عليك يا حبيبي. ما في شيء اسمه كورونا. وشلون ما ابوه وانا جايته قبل والحين انا بي كورونا؟ ترى انا كنت مثلك ما اعترف بالاحترازات ذي. انفلونزا. هذه انفلونزا يسجلونها حالات كورونا
ايش فيك انت؟ لا تصير خبل مثلهم. حاجة كذا اكيد يا ابن الحلال، علشان هالعنوه غداك بذا. لا والله ما يمديها يا ولد العم، انا جايك صد رد من الرياض، عندي اشغال، لكن شوف الوالد بحب راسه. ابشر الحين.